أحسن الله إليك يا شيخ. إذا توفي مثلا عالم من المسلمين، هل يشرع لأحد أو هل يجوز لأحد أن يسافر ليحضر دفنه أو الصلاة عليه؟ والله أنا أكره هذا، أكره أن يسافر أحد من أجل أن يصلي على شخص، لأن هناك فرقا بين من يموت في البلد فتذهب من حارتك إلى حارته وتصلي عليه، وبين أن تسافر. ولهذا كان السفر لزيارة القبور حراما، وزيارة القبور في البلد سنة. وأيضا لو أننا فتحنا هذا الباب لكان الناس هنا في المملكة يتبارون ويتمارون في الذهاب إلى الصلاة على الميت، لأنه الأمر الحمد لله عندنا ميسر، سيارات وطائرات وخطوط سهلة، فيتبارى الناس بهذا ويتمارون. مع أن المقصود أن ينتفع الميت بالصلاة، والميت يمكن أن ينتفع بإيش؟ بالدعاء في أي مكان. لكن لو فرض أن الإنسان يسافر ليدرأ الكلام والقول والقيل، بمعنى أنه لو لم يحضر لفقد وصار هناك كلام، لماذا لم يحضر هذا الرجل؟ فهنا قد نقول إنه لم يسافر من أجل أن يصلي على الميت، لأنه يعرف أنه أي دعاء ينفع الميت، لكن من أجل أن لا يتكلم المنافقون في أعراض الناس. فهذه إذا لاحظ الإنسان هذا ربما يكون إن شاء الله لا بأس منه. نعم.